استقر فصل الشتاء في محمية تشيرشي في إيطاليا. يكون الفجر بارداً وغير مرحب، لكن الشمس المشرقة تخرق السديم كي تظهر عدداً من الطيور المائية الرائعة. لا تمضي هذه الطيور فصل الصيف في تشيرشي، بل تربي صغارها في مكان آخر في أوروبا وحتى في إفريقيا. تأتي إلى هنا في فصل الشتاء كي تقتات من مياه بحيرات تشيرشي. البط هو الأكثر عدداً مع أنواع مختلفة تشكل مجموعات مختلطة تطير متوجهة إلى أراضي تغذية في بداية كل يوم. يقف جبل تشيرشي عند الحدود الجنوبية للمحمية الوطنية. يرتفع الجبل الكلسي البالغ علوه 541 متراً مباشرة من البحر، ويعلو فوق الغابة والبحيرات الرئيسية الأربع: باولا، كابرولاتشي، موناتشي وفوليانو، التي تشكل ما تبقى من المحمية شمال الجبل. نجد بالقرب من البحر بحيرة باولا، حيث تغطس طيور الغاق عند الفجر. باولا هي البحيرة الأكبر مساحة بين البحيرات الأربع،